فخلينا نبتدي يعني من الباوربوينت اللي عندنا حتى تشرح عن كل هذه الاكتشافات. تفضل اخ مكرم. خلينا نقول كمان بس كمان فكره في 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 الشريحه اللي قدامنا اسمها ملاحظات اساسيه لفهم الموضوع، على اساس انه احنا مش جايين نهاجم. الايمان المسيحي هو الايمان الوحيد اللي عنده شيء اسمه الدفاعيات، اللي ما منهاجم الاخرين، وانما عم من واجههم بالحجه ومنشرح لهم بشكل واضح. من ناحيه اساسيه احنا بنعرف انه التاريخ بيكتبه المنتصرين، يعني الملك اللي انتصر بيكتب ايش بده، بيظهر الاحداث من جهته من منظوره، واحيانا كثير ما بيكون في شيء موضوعي، ولكن هذا اللي بنلاقيه لانه هو اللي انتصر. وعلى هذا الاساس بنقدر نبني شغله مقابله، انه لما بنشوف مكتوب في الكتاب المقدس عن ضعفات، عن مشاكل، عن خطايا ابطال الكتاب المقدس، عكس هذا تماما، هذا بيفرجي مصداقيه النص، عم بحكي عن اخطاء الابطال، مش عم بيرسمهم بشكل يعني انه هن سوبرمان، ما فيش سوبرمان. بفرجي الكتاب عدم التحيز، انه هو بيشوف بفرجي شخص، سقطه الشخص، خطيه الشخص، رجوع الشخص، توبه الشخص بشكل واضح. وعشان هيك احنا طبعا يعني فكره عصمه الانبياء احنا مش موجوده عندنا، العصمه للرب وحده، لله وحده. ولكن مهم كمان احنا نتذكر شغله مهمه، انه احنا طبعا عم نحكي عن في هاي الحلقه على الاقل يعني بنبدا من ما يقارب ب 3000 سنه قبل الميلاد، اسف 3000 سنه من اسا، يعني 1000 سنه قبل الميلاد. فعم نحكي عن شيء بسموه الماضي الصحيح، يعني في ممكن اثار، كتابات، اشياء كلها يعني ضاعت، ولكن الحقيقه انه عم بيكتشفوا اشياء جديده كل يوم. هدفنا منقول كمان مره، مش عم ندعم او منثبت الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ثابت واضح، ولكن عم نعرض الاكتشافات الاثريه، ومنقول كمان مره علماء الاثار هن علمانيين، مسلمين، يهود، ملحدين. لما بيكون في شبه اجماع على قراءه نص قديمه، ما بنقدر نقول هذا يعني بقراه لانه هو مسيحي، لا، اللي ما قراه لانه هو بيعرف الخطوط اللي احنا نستعرضها كمان شوي، وبعرف الخطوط وعارف الخلفيات، وبيحط الخطوط مع بعضها وبيقرا النص. وبس اول نقطه واحده في هاي المرحله، عندنا في موجود شيء اسمه تزوير الاثار، وهذا يعني هذا بزنس مشهور يعني اليوم، لانه بربح مصاري كثير. ففي ناس بتزور الاثار، ولكن لما بنكون علماء الاثار، انا بقول بنكون، انا مؤرخ بس يعني عم بحكي عن علماء الاثار، لما علماء الاثار بيحفروا بيلاقوا في قصر ملك معين شيء معين في الموقع الاصلي، ما بنقدر نقول ابدا انه هذا مزور، لانه لقوه، اكتشفوه، صوروه، وثقوه بوجود عده ناس في طبقات معينه، اللي حتى احيانا بنقدر نحدد يعني مش بس موثوقيتها وانما كمان تاريخها.